قال النبي صلى الله عليه وسلم: فيسمعها مسترق السمع هكذا بعضه فوق بعض، فيسمع الكلمة فيلقيها إلى من تحته، فإذا سمعها ألقاها إلى من تحته، ثم يلقيها الآخر إلى من تحته حتى يلقيها على لسان الساحر أو الكاهن. قال: فربما أدركه الشهاب قبل أن يلقيها. فربما أدركه الشهاب، الإدراك لا يكون إلا في الأخير، ولذا فإن هذه العبارة توحي بأن هؤلاء يفرون ويلوذون من هذه الشهب، لكن المآل والعاقبة أن هذه الشهب تدركهم، فالإدراك لا يكون إلا في آخر الشيء. وقوله الشهاب ولم يقل النجوم، وذلك لأن الشهب جزء من النجوم وجزء من الكواكب، وذلك لأن هذه الكواكب لو نزلت على الأرض لأهلكتها، فهي جزء منفصل. وإنما إذا ذكرت النجوم أو ذكرت الكواكب فمن باب إطلاق العام على الخاص. قال تعالى: إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب وحفظا من كل شيطان مارد لا يستمعون إلى الملأ الأعلى ويقذفون من كل جانب دحورا ولهم عذاب واصل إلا من خطف الخطفة فأتبعه شهاب ثاقب.